خليني اروح كمان للينا، لينا بن حمان. والحقيقه شفناكي في بالحجم العائلي ودورك كان جميل قوي، يمكن البنت اللي هي ما بين اب وام بيتطلقوا وهي زعلانه وكان معاكي الكلب بتاعك، احكي لنا عن الدور الجميل ده. هو كان دور بنت كانت بتحب مامتها، كانت بتحب باباها اكتر من مامتها، وكانت يعني كانت بجد كان ما كانتش تعرف ايه اللي باباها كان بيعمل لها، فمامتها عشان تنقذها من باباها كانت بتكلمها بطريقه مش مامتها كانت بتقسى عليها شويه في الكلام، اللي هي يسرى اللوزي الفنانه. طب قولي لي، ده الكلب بتاعك اللي كنت بتمثلي بيه مش كده؟ دي اول تجربه ليكي في التمثيل يا لينا ولا مثلتي قبل كده؟ لا، مثلت في مسلسل، في فيلم هيبتا، وفي مسلسل هذا المساء، وفي مسرحيه بتاعت شريحان لسه هتتعرض. جميل. طب ايه رايك نشوف مشهد ليكي مع بعض ونرجع نكمل حوارنا مع اطفال ابطال مسلسلات رمضان اللي مشرفنا النهارده؟ طبعا لينا بن حمان وهي طبعا في مسلسل بالحجم العائلي. لينا، بعض الناس بتقول انك مغربيه عشان بن حمان ده مش اسم مصري، هل انت مصريه ولا في حد من اهلك مغربي؟ انا مصريه فرنسويه ومغربيه، مامتي مصريه وبابايا فرنساوي واصله مغربي. انا فرحانه قوي ان انا من الثلاث بلاد دول، عشان مثلا فرنسا بلد الفن، المغرب بلد بتحتفظ بتقاليدها، ومصر انا فرحانه قوي ان انا من البلد دي عشان انا اقدر اعمل كل حاجه انا عايزاها فيها. يعني هي بلد حلوه، لما مثلا نروح لاجازه في اي حته في مصر تحفه يعني حاجة. طب قولي لي يا لينا، انا عندي سؤال كده، مصريه فرنسيه مغربيه، كنتوا بتعملوا ايه في كاس العالم؟ بتشجعوا مين؟ البيت شكله ايه بقى؟ يعني مين، ناس بتشجع المغرب وناس بتشجع مصر وناس بتشجع فرنسا؟ قولي لي بقى ايه الوضع عندكم في البيت؟ هو لو مصر مثلا بتلعب مع فرنسا، بابايا بيشجع بلده ومامتي بتشجع بلدها. بس جميل، يعني انتوا عندكم كاس عالم مصغر في البيت يعني صغير بالظبط. طب قولي لي بقى، المخرجه هاله خليل قالت ان انت بتحبي الاخراج قوي ونفسك تدرسي اخراج، انت فعلا عايزه تطلعي ممثله لما تكبري ولا مخرجه؟ انا بحب التمثيل ونفسي اطلع زي ناس كثيره، مثلا زي هادي البجوري، هو مثلا ممثل كبير، يعني ممثل بيمثل كويس ومخرج وبروديوسر وبيمنتج، بيعمل حاجات كتيرة. مثلا تامر محسن ممثل بجد جامد جدا، بيعمل اخراج، بيبروديوس زي التانيين، واستاذة هالة نفس الحاجة. ربنا يوفقك يا لينا حبيبتي.